رح ننتقل لفقرتنا الأولى لليوم أريج، وضمن استراتيجية هيئة التميز والإبداع، وزارة التربية والأولمبياد العلمي السوري أقام الأولمبياد العلمي للمدرسين بنسخته المتجددة بمشاركة مدرسين من جميع المحافظات. لنتعرف أكثر على تفاصيل الأولمبياد بصرنا أنه نستضيف معنا لليوم الأستاذ عماد عزب، رئيس هيئة التميز والإبداع. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ عماد. صباح الخير أستاذ عماد. الأولمبياد المدرسين هالسنة الثالثة على التوالي عم تقيموا هالأولمبياد، خبرنا شوي هالسنة كيف كانت المشاركة، مشاركة الطلاب يلي هن الأساتذة، وشو بتميز عن باقي السنوات؟ هلا الحقيقة هذا العام بيميزه عن الأعوام السابقة أمرين أساسيين. الأمر الأول هو زيادة عدد المشاركين من الموجهين الاختصاصيين والمدرسين العاديين بالاختصاصات الخمسة اللي هي الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية وعلم الأحياء، وثانيا وسعنا نطاق المحافظات. نحن مثل ما بتعرفي حضرتك بالأعوام السابقة سويناها كتجربة ونجحت التجربة وبدينا نتوسع فيها، فتقريبا هلا 10 محافظات اللي شاركوا، شارك من ضمن العشر محافظات بحدود 150 مدرس ومدرسة ما بين موجه اختصاصي ومدرس. بدت يعني بهذا العام لاحظنا انه الاخوه المدرسين بدوا يهتموا اكثر، بدوا يحضروا اكثر، وربما تكون بالبدايه ما وصلت رسالتنا لهم صح، بس هلا بدت توصل الرساله بشكل واضح وبشكل دقيق، وهذا انعكس على تطور الاداء للاخوه المدرسين. يعني كاميرا الاخباريه السوريه كانت متواجده ورصدت لنا كيف كان اجواء الاولمبياد مع زميلتنا سلمى عوده. نحن رح نروح لنشوف الماده التاليه ونرجع نكمل حديثنا مع حضرتك. عام جديد من تميز على مستوى المدرسين ضمن استراتيجية هيئة التميز والإبداع ووزارة التربية التي أطلقت الأولمبياد العلمي للمدرسين بمشاركة 850 مدرساً ومدرسة من جميع المحافظات السورية. هذه المسابقة بالتعاون مع بين وزارة التربية وهيئة التميز والإبداع هي أستطيع أن أقول أنها نؤسس لطريق صحيح للتأصيل للبناء والتنشئة، فلا يمكن أن يكون هناك بناء وتنشئة صحيح إن لم يكن هناك استنادا إلى أسس علمية ومنطقية، خاصة وأن وزارة التربية منذ 4 سنوات وضعت معايير جديدة لاختيار مختلف الكفاءات والإدارات التربوية. وهذه المسابقة أستطيع أن أقول يعني تأخرنا أيضا بها بكل صراحة أقولها، يعني خاصة لابد من أن تكون هناك جهة مختصة كهيئة التميز والإبداع وجهة حيادية أن تقوم بعملية التقييم والتقويم لمختلف الكوادر. هذه المسابقة للعام الثالث على التوالي أتابعها بكل حرفية، لأن مخرجات هذه تساعدنا في تحديد مناهج للجامعة، لذلك لأن مخرجات الجامعة هي مدخلات لوزارة التربية، لذلك نقوم بدراسة نتائج هذه المسابقة من أجل تعميمها على الكليات، من أجل رفع مستوى المناهج وتطويرها بشكل دائم. لاحظنا من بداية انطلاق الأولمبياد العلمي للمدرسين أنه بدأت الأعداد بالتزايد سنة عن سنة، ونحن بالمناسبة الثانية للأولمبياد العلمي للمدرسين، وهي مناسبة للأساتذة لتشجيعهم على التقديم والدخول في هذا الأولمبياد من أجل تطوير عملية التدريس وطرائق التدريس بشكل عام. معادلة التميز ترسم ملامحها بتكامل بين الطالب والمدرس، وهو الهدف الذي من أجله يشارك المدرسون كل عام في الأولمبيات العلمية. هاي التجربة كثير متميزة كونه بتحقق لها سواء المدرس أو الموجه الاطلاع بشكل دائم على الحديث في العلوم بشكل عام، يعني كثير من المعلومات هنا لم ترد على مستوى الجامعة أو مستوى المناهج، فدليل أنه شخص هون بده يبحث بشكل أكبر في النت أو بمراجع أو بده يتابع دوما العلوم، فبتعطي كثير إمكانية بعصف الذهني أو في بعض الأسئلة بتعتمد على التفكير الآني، بتخلي أنه الأستاذ يكون منفتح كثير مع التطور العلمي ويكون يعني معاصر، ما يكون أنه يكون يعني مع الطالب مع الانفتاح العلمي اللي صار هلأ، خصوصا أنه النت صار يعني متوفر لدى الطلاب بشكل كتير كبير. نحن صرنا بنهاية خدمتنا تقريبا، وهي التجربة عم ننتظرها من زمان، فأنا بالنسبة لي يعني
راح ضل شارك بهالتجربة لخلص يعني تجربة كثير مفيدة وياريت كانت من زمان يعني. قالت مرة أيوة عندي متعة بالمشاركة، أنا بجي بس لحتى أنبسط بالأسئلة والإجابة عليها. فنوع هلأ كل ما عم تصير أوضح وأحلى عن الأول، يمكن يمكن لأن أنا تعودت ما بعرف، بس أنا الأسئلة بالنسبة لي كتير جيدة وممتازة، والمشاركة بذاتها يعني شيء جميل يعني بالنسبة لنا المدرسين. توسيع المعارف وتدعيم القدرات على مواكبة كل ما هو جديد هدف يحققه الأولمبيات العلمية للمدرسين رغم كل الظروف والتحديات. يؤكد الأولمبيات العلمية للمدرسين في نسخته الجديدة لهذا العام أن التميز والإبداع لا يتوقف على فئة واحدة ولا على عمر محدد، بل كلما اتسعت دائرة العلم ستكون المخرجات أكثر تميزاً وإبداعاً. للأخبارية السورية من دمشق، سلمى عودة. أستاذ عماد، يعني التكامل بين الطالب والأستاذ مهم كتير، وهذا الهدف الأساسي من الأولمبياد العلمي للمدرسين. قديش هالمعادلة حققت وجودها بالفعل على أرض الواقع؟ لا شك يعني من خلال تجربتنا بالأولمبياد العلمي للطلاب والنجاحات اللي حققوها طلابنا على المستوى العالمي والجوائز والميداليات اللي حصلت عليها سوريا بأهم المحافل العلمية العالمية بالأولمبياد، ما عاد واتساع دائرة المشاركة للطلاب بشكل كتير كبير، ما عاد الكادر التدريسي اللي موجود بالهيئة من لجان علمية دكاترة وأساتذة جامعيين بيكفي لوحده، هلا ممكن يغطي المراحل الأخيرة من عملية التأهيل والتدريب، لكن نحن من خلال تجربتنا على المستوى العالمي كان لابد من توسيع عملية التأهيل والتدريب من المراحل الأولى. هلا إذا نأخذ من المراحل الأولى لابد من وجود مدرسين عندهم قدرة إنه يواكبوا تطور العلمي للطلاب. بالتأكيد هي المعادلة بدها ثلاث قضايا. القضية حتى تحصلي على طالب متميز لابد أن يكون هناك مدرس متميز، ولا بد أيضا أن يكون منهاج متميز. موضوع المناهج، نحن في عنا مناهج خاصة فينا أو يعني طرائق وأساليب مختلفة لحد ما المضمون نفسه الكم العلمي والمعرفي نفسه، بس طرائق طرحها على الطلاب تختلف. فمن هون اجت فكرة انه نحن نحاول نوسع دائرة المشاركة قدر المستطاع عند الأخوة المدرسين حتى نقدر نطور قدراتهم. هلا ربما يعني ربما البعض انه ما يعني نحن ما الهدف منا انه يعني يجي ويقعد على المقعد ونسوي له اختبار او نسوي له فحص مثل الطالب، لا نحن مو هذا الهدف. نحن يعني انه نطور القدرات العلمية ونغير له شوي بالاساليب التقليدية المتبعة بإمكان التدريس يلي بيتبعوا فيه. أكيد مثل ما عم تقول حضرتك، هذا ما أبدا ما في تقليل شأن أبدا من الأستاذ يلي هو أكيد عنده كل الكفاءة لحتى يعني مثل ما لاحظتي حضرتك هلأ بالتقرير في بعض الأخوة المدرسين قال لك أنه أنا هاي تاني سنة ولحضل شارك ولحضل وأنا منتظر. هل في كتير أشخاص منفتحين على هذا الموضوع، وهلأ باعتبار مثل ما تفضلت يا أنسي أريجمي شوي أنه هي تجربة جديدة فلسها غريبة شوي، لكن اتساع دائرة المشاركة وارتفاع أعداد المشاركين هذا بيعطي مؤشر قوي على أنه نحن ماشيين بالاتجاه الصح. طب خلينا نحكي شوي عن الأسئلة المطروحة يعني بالأولمبياد العلمي للمدرسين، كيف عم بتكون وكيف بيتم اختيارها وأيضا يعني العمل عليها؟ هلأ يعني نحن بالنسبة لعملية بناء الأسئلة نحن بنشتغل عليها بشكل كتير دقيق، وعندنا لجنة علمية للأمانة هي من خيرة الأساتذة على مستوى القطر، الأساتذة الجامعيين، هن مجموعة أساتذة جامعيين من مركز دراسات والبحوث العلمية ومن هيئة الطاقة الذرية ومن الجامعات السورية. فنحن يعني عملية بناء الأسئلة بنشتغل عليها بما يتناسب والحجم المعرفي اللي موجود بالكتب اللي عم يدرسوها هن نفسهم الأساتذة. هلا أنا بقول لك شو الاختلاف، الاختلاف مثل ما حكيت لك قبل شوي، ربما هن اعتادوا على نمط معين، نحن عنا نمط مختلف. الأنماط اللي بيشتغلوا عليها غالبا هي أنماط تصنع أشخاص متفوقين،
نحن متفوقين ما عاد بدنا أشخاص متفوقين، نحن بدنا أشخاص مبدعين ومتميزين. فبالتالي في اختلاف بطريقة طرح الأسئلة، لأنه بالنتيجة المضمون العلمي هو نفسه، يعني إن كان هون ولا هون، ولكن نحن تختلف طريقة طرح الأسئلة. فبالتالي كونه ما اعتادوا على هالطريقة هاي فممكن يشوفوها شوي غريبة، ربما هن بيعتمدوا لحد ما بطريقة الأسئلة انه كيف تجيب العلامة، انه اذا حليت هاي هون بتاخذ نص علامة، هون علامة، هون علامتين الى اخره. نحن مو هذا هدفنا، نحن هدفنا انه كيف الطالب يفهم هالفكرة ويفهم هذا الموضوع، وبالتالي تحصيل حاصل بس فهم الفكرة وعرف كيف يستوعبها تمام، تحصيل حاصل حتكون العلامة. فهذا الاختلاف اللي يعني وزارة التربية أكيد تعاون كبير بينكم وبينها، بين هيئة التميز والإبداع ووزارة التربية. اليوم بالمواسم الماضية الأولى، الأول موسم للأولمبياد والثاني أولمبياد المدرسين، قديش عم يلاحظوا بالفعل يعني هالأساتذة اللي شاركوا بالأولمبياد قديش هلأ هن عم تختلف طريقة أعطائهم للطالب، والفكر تغير وطريقة الأعطاء تغيرت؟ لا شك، يعني بداية أنا كمان بحب أتوجه بالشكر لوزارة التربية اللي عم تساعدنا بقدر كتير كبير، وللسيد الوزير تحديدا والطاقم اللي اشتغل معنا. بس خليني كمان أنا أوضح فكرة كتير مهمة، المنتج اللي طلع معنا الجديد اللي هالأساتذة اللي تأهلوا بالاختصاصات كلياتها العام الماضي وما قبل الماضي، يعني صار في منهم استفادة على الطرفين. نحن كأولمبياد استفدنا من هالأساتذة اللي تأهلوا وصاروا يساعدونا بعملية تأهيل وتدريب الطلاب، لأنه على الأقل اللي تأهلوا هني عندهم قدرة عالية إنه يعني وقريبين جدا من العقلية والذهنية اللي نحن بنشتغل فيها على تأهيل الطلاب. هاي بالنسبة لنا كأولمبياد. أما بالنسبة لوزارة التربية، أنا بعرف العديد منهم شباب مدرسين، شباب ما يعني ببداية عملهم المهني يعني كتدريس. السيد وزير التربية حطهم موجهين اختصاصيين، في حين مثل ما بنعرف أنه الموجه الاختصاصي لازم يكون عنده قدام وكذا وكذا إلى آخره، ممكن عدة شروط، لكن هلأ في العديد من وأصبحت رائز الآن. وامبارحة السيد الوزير حكى بشكل واضح أنه نحن اللي حيتأهلوا بالأولمبياد هلأ هذا العام هني حيكون شرط أساسي لحتى يستلم توجيه. فبالتالي يعني نحن قدرنا خلقنا نواة جديدة وحافز كمان، وحافز في وزارة التربية، يعني لهيكلية عمل جديدة بوزارة التربية هي اتباع هذا الموضوع تمام. يعني ربما مثلا كان لازم انه يكون يتبع دورة كذا ودورة كذا ودبلوم تأهيل تربوي الى اخره، هلا يعني لابد انه يكون في من الشروط اللي موجوده، لكن الشرط الاول ان يكون من الفائزين في الاولمبياد العلمي للمدرسين. هذا الحكي رح ينعكس بشكل كتير كبير وشكل كتير واضح على الطلاب، لانه نحن بالاساس الهدف الاساسي من تطوير قدرات المدرس لحتى يعكسها على الطالب، خصوصا اذا ما اخذنا في عين الاعتبار انه وزاره التربيه يعني انجزت قسم كبير من تطوير المناهج تبعها، وفي بعض المدرسين اللي موجودين هلا للاسف انه هن عم يلاقوا صعوبه حتى بالمناهج الجديده اللي سوتها وزاره التربيه. اعتقد انه نحن الشيء اللي عم نشتغل عليه ممكن يكسر هالجليد اللي موجود ما بين العقليه المتبعه والكلاسيكيه لدى البعض في وزاره التربيه بعض المدرسين، والمناهج جديدة من جانب، والآلية المتبعة بطرائق طرح الأسئلة عليهم في الأولمبياد العلمي للمدرسين. يعني إلى ما يعني لأي حد تطوير المناهج بوزارة التربية ممكن أنه يساعدكم أنتوا بأنه يوصلكم طالب يعني في شيء من الشيء الأساسي اللي أنتوا بتكون إياه؟ يعني هل هذا التطوير المناهج كافي لهون ولا إسا بحاجة بهذا الموضوع؟ قطعاً لا. قطعاً لا، ولكن يعني فيني أقول أنه تطورت المناهج بشكل جيد، بس لحتى تواكب الأولمبياد بطرائق العمل اللي بينشغل عليها الأولمبياد إن كان على المستوى الوطني ولا المستوى العالمي فهي بعيدة لسه كتير يعني. لكن بدينا نحن هلأ مثلاً اللجان العلمية، لجان تأليف المناهج اللي اللجان العليا على مستوى القطر، بدأت وزارة التربية تأخذ أساتذة ودكاترة من عنا من أعضاء اللجنة العلمية
العلمية يساهموا بتطوير المناهج. فأنت ما فيك تنتقلي من منهاج بمستوى معين وتساوي تغيير جذري 100% فيه، لكن وجود وأعتقد تطعيم هاللجان هاي بأساتذة ودكاترة من عنا بدأ ينقل الأفكار اللي موجودة عندهم منا بالأولمبياد. إن كان تعرفي حضرتك في قسم كبير منهم أعضاء اللجنة العلمية بيشارك على مستوى العالم، وقت بيطلع أي دكتور صار طالع عنا مجموعة كبيرة كبيرة من الأساتذة الجامعيين على الاختبارات العالمية، فبالتالي اطلعوا على التجارب وعلى الدول المتقدمة، إن كان كنا بهونغ كونغ ولا على سنغافورة ولا سويسرا ولا فنلندا وهالدول المتقدمة، فبالتالي قاموا بنقل هاي التجربة وهم الآن يعني خليني أقول تم تسمية البعض منهم أعضاء بلجان تطوير المناهج. فبالتالي يعني خليني أقول المشروع تعدى مشروع الأولمبياد، إن كان للطلاب ولا إن كان للمدرسين، تعدى حجم أنه هو مسابقة كمسابقة فقط، بالعكس هو الآن على يعني يعمل على خلق نواة جديدة في سياسة التعليم والتعلم، إن كان بالمرحلة الثانوية أو ما قبل الثانوية، وحتى هلأ بدينا ندخل نحن بالمرحلة الجامعية من خلال المركز الوطني للمتميزين. أستاذ عماد، بختام حديثنا، هيئة التميز والإبداع شو الخطوات الجديدة المقبلة عليها؟ الحقيقة يعني آمال عريضة كتير ومشاريع كتير كبيرة عم تنتظرنا، لكن في بعض الإجراءات التأسيسية اللي عم نشتغل عليها. خليني أقول أنا باختصار شديد جداً، أحد أهم الأهداف الأساسية لهيئة التميز والإبداع هي رصد أي حالة تميز وإبداع في الجمهورية العربية السورية. فنحن رح نتابع أي إن كان بشكل منتظم مثل الأولمبياد أو بشكل فردي أو بشكل شخصي، ورح نطلع من المجال العلمي، يعني رح يصير مجال مفتوح، رح يصير المجال الأدبي والمجال العلمي، المجال بكل مجالات الحياة، وين بيكون في حالة تميز وإبداع نحن رح نتابعها ونرصدها، نسلط الضوء عليها، ناخذ بيدها، نطور لها قدراتها، نشوف إذا في إلى شيء على مستوى العالمي كمان نتابع معها. لكن نحن عم نشتغل بشكل منطقي ومدروس، إن شاء الله بالقريب العاجل رح يبدأ يظهر نتاج عمل هيئة التميز والإبداع اللي أصدر السيد الرئيس منذ وأكثر المتميزين يعني بسوريا، وفي كتير أشخاص بس هن بحاجة فعلا لتسليط الضوء على هالتميز والإبداع الموجود عندهم. الحقيقة يعني هذا الحكي لمسناه بشكل مباشر بالطلاب، تعرفوا يعني بالطلاب، في طلاب وفي حتى أساتذة هن نفسهم ما كانوا يعرفوا إنه هن عنده، لا هن ولا أسرهم كانوا يعرفوا الطلاب إنه هن عندهم هالقدرات هي، يعني فجأة راح وسجل وفي شيء قسم، في شيء مكتسب وفي شيء بالفطرة، واثنين متوفرين عند الشباب السوري، وهذا الشيء لمسناه على المستوى العالمي. أكيد بدنا نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ عماد، وإن شاء الله دايما التميز الإبداع وبيكون عنوان شبابنا. شكرا كتير لك وأهلا وسهلا فيك معنا. شكرا لكم. شكرا كتير لوجودك معنا، وأكيد نتمنى كل التوفيق حاليا للمدرسين بالأولمبياد العلمي. شكرا لكم للقناة الإخبارية اللي بتواكب على طول بشكل دائم نشاطات هيئة التميز والإبداع. شكرا أستاذ عماد.